لما بيشوفوا حياتك على الوش بيفتكروها سهلة وإن أي حد ممكن يعمل اللي أنت بتعمليه، ما يعرفوش إن التفاصيل هي اللي بتفرق. كمية المجهود اللي بتبذليه في الشغل عشان تحققي ذاتك وتثبتي ليهم ولنفسك إنك قدها رغم كل التعب، اهتمامك بأولادك عشان يطلعوا أحسن منك وحبك ليهم الغير مشروط، اهتمامك بصحتك عشان تقدري تحققي كل اللي بتحلمي بيه، حنيتك على عيلتك وإنك بتحسسيهم إنك دايماً معاهم ومهتمة بيهم رغم مشاغل الدنيا، وبرغم من كل الظروف بتقدري تنجحي في شغلك وفي بيتك وتحققي كل اللي نفسك فيه وتكوني سند وظهر لكل الناس في حياتك. بتعملي كل ده كل يوم من غير مقابل لأنك مؤمنة إن ده دورك في الحياة. بنشكرك من قلبنا على كل تفصيلة فيكي، ويهمنا تعرفي إننا بنقدر كل دور بتلعبيه في حياتنا.